نرحب مباشرة من دبي باليوتيوبر الشهير حسن سلمان والمعروف بأبو فلة. أهلا بك أبو فلة. أولا إنجاز ضخم وغير مسبوق، تدخل التاريخ عبر هذا المبلغ الضخم، عبر كل العطف والحنان والمحبة التي قدمتها في مشروعك للاجئين والنازحين. ولكن للمفارقة بأن مأساة حصلت في الساعات الأخيرة، وفاة 3 أطفال في أحد المخيمات وتحطم مئات الخيام تحت أثقال الثلج. ماذا تقول لهؤلاء وأنت من قدمت كل الدعم وجمعت هذه المبالغ الضخمة من أجلهم؟ أولا شكرا على الاستضافة. بكل بساطة هذا هو الحملة الإنسانية اللي قاعد تسويها لمساعدة أخواننا وأشقائنا اللي قاعدين يمرون بمصاعب، قاعدين يمرون بأشياء كثيرة. حنا راح نسأل عنهم، احنا راح نسأل عنه، والناس للناس، والحمد لله والشكر ان هالشيء الجميل اللي سويناه الانساني كل الناس تجمعوا فيه، والتنافس اللي صار والمساهمه الكبيره اللي صارت الحمد لله، وهذا دليل كبير ان الناس فيهم الخير والناس قاعد يحسون باخواننا واشقائنا اللي قاعدين يعانون. اشكر مبادره محمد بن راشد ال مكتوم العالميه، اشكر منظمه UNHCR على الفكره الجميله لشؤون اللاجئين، اشكر كل جهه ساعدتنا على الفكره هذه، اشكر الناس اهل الخير، كل واحد تبرع، اللي ما قدر يتبرع اداله على الخير كفاعلي، كل واحد ابتسم ودعا لنا، شكرا لهم على الشيء العظيم والعظمه لله، هذا الشيء ما كان راح يصير بدونهم، فهذا الشيء اللي رد. ابو فلة انت مقدر وتنقل كل هذا التقدير لكل من دعم هذه المبادره، تحمل كل هالايجابيه، كل هذا الفرح، ولكن قصص المآسي، ماذا يعني بالنسبه لك ان يموت اطفال في هذه المخيمات، أن تتشرد أسر، أن تفقد منازلها المصنوعة ربما من الخشب والكرتون والبلاستيك وسط هذا البرد القارس في المخيمات؟ اللي يعني لهذا أو يعني لكل إنسان بكل بساطة إن هذول هم أخواننا وأشقائنا وراح نسأل عنهم يوم القيامة بإذن الله الواحد الأحد، ربي راح يحاسبنا بكل شيء سويناه. الدنيا دوار، إحنا الآن في نعمة وهم الآن قاعد يعانون، لازم نساعدهم لأنه راح نحاسب عنه، راح نحاسب وراح نسأل عنه. فهذا الشيء البسيط اللي أنا سويته وأنا متأكد أهل الخير كثار والمشاريع الخيرية مستمرة. هذا مشروع واحد لعله صار عليه ضغط إعلامي كبير، بس في مشاريع كثيرة والحمد لله تصير في كل مكان، والناس فيهم الخير والبركة قاعد يساعدون ويساهمون، يساعدون أخواننا وأشقائنا مهما كانت المشكلة اللي قاعد يواجهونها. فالحمد لله، الحمد لله، هذه نعمة ربي أعطاني إياها إني أسوي هالشيء، هذا الفرصة الجميلة هذه، وأنا متأكد لو أي إنسان كان محطوط بنفس الفرصة اللي أنا فيها راح يستغلها من أجل الخير، إما علنا أو سرا بينه وبين ربه. فالحمد لله، وهذا الشيء راح نسأل عنه، واجب علينا كلنا. أنت خير صورة ربما أيضا للشباب العربي، وهذا أكيد بالنسبة لمساعدة كل محتاج وتحديدا اللاجئين. هل سنراك تقوم بتوزيع هذه المساعدات؟ هل ستزور المخيمات؟ وقد تبعنا العطف غير المسبوق وهذه العاطفة غير المسبوقة التي تعم كل المنطقة العربية مع حملتك الخيرة. الحمد لله، بإذن الله. أولا هذه مو حملتي، هذه حملة الإنسانية كاملة، هذه حملة دعموها الناس كلهم وهم السبب وكلنا سبب. من ناحية أني أزور بإذن الله الواحد لأحد، هذه حملة، واللي قبلها 100% راح أجي. قبل أنا سويت مشاريع كثيرة بس ما كانت عندي فرصة أني أكون موجود بسبب ظروف خاصة، بس الآن الحمد لله انحلت الظروف هذه، وبإذن الله الحملة هذه والحملة اللي قبلها اللي الحمد لله جمعنا فيها $1,000,000 وساعدنا فيها 5,000 عائلة راح أكون موجود فيها، وراح أوثقها بقناتي، هي بإذن الله موثقة وراح تطبق، بس هذا فقط لمحتوى لقناتي وتأكيد للناس أكثر فقط. أن تحقق أرقام قياسية، أن تدخل مجموعة جينيس بوك للأرقام القياسية، ماذا يعني ذلك بالنسبة لك وأنت اليوم أشهر الشخصيات الشابة العربية في العمل الإنساني وعبر قناة يوتيوب الخاصة بك؟ من ناحية، أو شكرا لك على الكلام الجميل، من ناحية الجينيس أنا صراحة هم فاجئوني فيها، أنا كنت أبدا كانوا يكلموني يقولوا لي إن في شيء قوي جايك، في مفاجأة، أنا ما كنت فاهم شنو هي، كنت على بالي هي أن البرج راح يضيء، والحمد لله ضاب الخير، الحمد لله على الإنجاز الجميل اللي سويناه، بس صدموني بأنه جاء دخل رجل وعطاني لوحتي جينيس، وهذا شيء صدمني جدا، وكانت فرحة، والحمد لله هذه الفرحة هذه أهديها لإخواني وأشقائي، أهديها لكل أهل الخير اللي ساهموا بالفرحة هذه لأن هم السبب. فيا كنت مثلهم جدا انصدمت، كان شيء جميل صراحة، راح تبقى للذاكرة بإذن الله. أي مشروع تحضر له اليوم
وأنت نجحت بشكل استثنائي في جمع هذه التبرعات الضخمة، وماذا تقول لكل الشباب العربي أو أي شاب أو شابة في الدول العربية يتابعك الآن لعمل الخير وللمساهمة في أي عمل إنساني؟ من ناحية رسالة بسيطة لكل الناس اللي قاعدين يشوفون، أولاً اتبع حلمك مهما كان الحلم، توكل على الله، والخير أبداً باب الخير، وهذه دائماً أعيدها وسمعوها كثير في 12 يوم، كل يوم قاعد أقولها، باب الخير أبداً لا تقفل قدامك. التجارة مع الله لا خسارة فيها، إنك دائماً تسوي الخير هذا شيء جميل يريحك نفسياً، وأيضاً والله راح تتعوض، والله راح تكسب الدنيا والآخرة بإذن الله، تؤجر في الدنيا تؤجر في الآخرة، وبالدنيا بإذن الله راح تشوف التقدير والاحترام اللي قاعد أشوفه حالياً، والكلام الجميل والمساهمة الكبيرة، لأن الناس فيهم الخير، وإذا شاف الخير مستحيل يوقفونه. فدائماً افعل الخير مهما كان محتواك، نجحت في محتوى دائماً في خير تسوي، إما علناً إذا تبيه أو سراً، لأن الصدقة سرها الكتمان، وأيضاً علناً إذا ودك إنك تحث الناس. فهذه رسالتي لهم من ناحية شيء مستقبل أنا أبي أسوي، خلنا نشوف بإذن الله. والله أنا لما خلصت مشروع المليون قلت مستحيل راح يكون هذا أقوى شيء، والحمد لله سوينا 10 مليون، فما أدري يمكن راح يجي يوم يسوي مشروع 100 مليون يساعد فيه أخواننا وأشقائنا بإذن الله. مع هذا الأمل، هذا الدعاء، وكل هذه المبادرة الاستثنائية وغير المسبوقة، لك منا كل الشكر والتقدير. اليوتيوبر حسن سلمان الشهير بأبو فلة، شكرا جزيلا لك عبر منصات.